كل واحد منا عنده مكان منتوجه له لما بدنا نهرب من الواقع، مكان بيريحنا بخلينا نشعر بالحرية والسعادة. ممكن يكون مكان، شخص، هواية أو حتى موهبة. ضيفنا هلأ مشاهدينا تلميذ طب عنده كان شغف للشعر من الطفولة، واكتشف مؤخرا أنه هالشغف هو بالفعل موهبة، موهبة انطلقت لما هو وقع بالغرام. جمع كل أحاسيسه ومشاعره بأول ديوان شعر لإله بعنوان لابد ينصرم الشتاء. منرحب بمحمد موسى، أهلا وسهلا فيك محمد. محمد أنت شاب عمرك 21 سنة، عم تدرس طب، تلميذ طب رابع سنة بالجامعة اللبنانية. نعم، ومن حوالي سنة ونص بلشت تكتب شعر. مزبوط. موضوع ما كنت مخطط له ولا كنت محضر له. مزبوط. شو صار معك؟ بالواقع مثل ما قلت لك أنا كنت بلشت عاشق للشعر، يعني بلشنا كنت أحفظ شعر، كنت سجل أبيات شعرية. هون عم نحكي من الطفولة أنت وصغير. مزبوط. كان عندك هالشغف. كان عندي هالشغف هذا الشيء. هلا مثل ما بتعرفي قلت لك قبل، أفلاطون بيقول توشي دامور تو توم ديفيان بويت. نعم. يعني يعني بحالة حب كل الرجال بيتحولوا لشعراء. بالواقع هذا الشيء اللي صار، يعني انه الواحد بس يحب طبيعي بده يفجر هذا الفيض. نعم. من المشاعر اللي عنده بده يعبر بطريقه او اخرى. انت اخترت الشعر. مزبوط. يعني صحيح ما كنت عم تفكر انه تكتب شعر ولا لا لا. كنت لا صراحه انا فكر انه يعني عندك هالموهبه. يعني رفيقي كان يشوفني نعيم، بحب اوجه له تحيه، كان يشوفني انه بحب الشعر فشجعني اني اكتب. نعم. وفي شعر هادي مراد كمان بحب اوجه له تحيه وقت اللي كتب كتابه شجعني كمان، فهيك بلشت القصه. من يعني الطفوله بس كانت تقرا كثير شعر، وكنت يعني تتذوق وتقدر الشعر. مزبوط. واهله. لمين من الشعراء كانت تقرا وتسمع؟ صراحه انا كنت من المهووسين بمحمود درويش. نعم. محمود درويش الشاعر الفلسطيني الله يرحمه، وفي شاعر العراقي مظفر النواب، واكيد من الشعراء الجاهليه او شعراء العصر القديم في الامام علي عليه السلام. نعم. والمتنبي من. نعم. المميزين يعني شعريا، يعني بالوقت اللي والشعر ليوسف الديك. يوسف الديك اللي كمان كان له دور بهالكتاب رح نحكي عنه لاحقا. محمد، يعني بالوقت اللي كانوا اصحابك بالمدرسه عم بيلعبوا العاب وبيهتموا بمواضيع بيهتموا فيها اولاد من عمرك. أكيد. انت كنت عم بتسجل قصايد بصوتك. مزبوط. كان عندي هوايه اني سجل بصوتي، يعني القيهم بصوتي. إذا هالقد كان عندك شغف للشعر ولأهله، ليش ما فكرت بالشعر كاختصاص لإلك بالجامعة؟ هلا أنا برأيي إنه الشعر منه مهنة، الشعر يعني الشعر بس ليقرأ ليقدم يعني الشعر بس يتحول لمهنة يبطل شعر. بهيك برأيي يعني. فالمهنة هي مهنة. كيف هيك؟ كل هالشعر اللي ذكرتهم هلا قبل شوي هيدي مهنتهم، وشوف قد إيه برعوا فيها. هلا ما بعرف انه ما بعرف قديش عم بيعيشوا. او لإلك يعني ما شفتها كمهنه لإلك؟ يعني ما بعرف قديش ممكن تعيشه للانسان. نعم. مهنه الشعر، بس انه طالما هي عم تكتب لتكتب بس لتطلع مشاعرك. نعم. وبعتقد انه بتطلع شيء احسن يعني. يعني حتى يقدر يعيش الشعر اذا بدك من مهنه الشعر لازم يتحول شعره لتجاري، وانت ضد هالشيء. مزبوط. مزبوط. واصلا يعني اكثريه الشعراء اللي بعرفهم ما كانوا مهنتهم الشعر، يعني كان. نعم. عندهم مثلا كانوا من الناس المثقفين واللي كان يطلع عندهم شعر. فالشعر ليس مهنه، الشعر كان شغف. شغف. كان. مزبوط. موهبه عندهم. مزبوط. اذا بدك او. مزبوط. طريقه للتعبير. مزبوط. مزبوط. خبرني عن مهنه الطب، ليش اخترتها كمهنه لإلك؟ الطب يعني شهادتنا مجروحه بالطب، يعني ما من يمكن بالمجتمعنا اللبناني هي من أفضل المهن، وأصلاً الطب مهنة إنسانية. مهنة يعني ثابتة أولاً، هي قضية إنسانية، إنسانية قضية نبيلة، وعدا عن أنه بتحقق لك مستوى معيشي. محمد، عندكم أطباء أو شعراء بالعائلة؟ صراحة عمي طبيب. عمك طبيب؟ مزبوط. وشعراء جدي كان كثير يشجعني على الشعر، كثير كان يحب الشعر. وجه له تحيه. ما فكرت انك تكتب شعر الى ان وقعت بالغرام. مزبوط. هالقد هالغرام اثر فيك؟ هالقد خليك يكون عندك طلاقه بالكلام؟ هالحاله الحب اللي عشتها محمد؟ يعني ما بعرف، مستحيل الواحد بس يكون يحب عن جد ويحب بصدق
ومستحيل ما يكون عنده هالكم من المشاعر. يعني ما عم اقول انه اللي ما بيكتب هيك ما يكون عنده هالكم من المشاعر، بس مع موجودين بس ما عم يقدر يعبر عنهم. الحمد لله الله اعطاني اني اقدر اعبر عنهم مش اكثر يعني. بس هيدي كانت اول مره بتعيش حاله حب محمد؟ مبدئيا مزبوط. واخترت الشعر حتى تعبر عن مزبوط. هالحاله مزبوط. جمعت كل احاسيسك ومشاعرك اللي يمكن لاول مره بتعيشهم بحياتك مزبوط. باول ديوان شعر لك بعنوان لابد ينصرم، لابد ينصرم الشتاء. مزبوط. خبرنا شوي عن هالكتاب. لابد ينصرم الشتاء هو كتاب صادر عن دار العلوم العربيه. نعم. مقسم إلى عدة محاور فيما يشبه. أولاً خلينا نبدأ مع العنوان، ليش هالاسم؟ عنوان لابد ينصرم الشتاء لأنه إذا بتشوف الكتاب من إذا بدك خليني أحكي عن المحاور قبل. يعني إذا بدنا نفكر بالحالة الحب اللي عم تحاول توصفنا إياها أنت، نتصور ورود وبحر وشمس وطبيعة كتير جميلة، يمكن آخر شيء بنفكر فيه هو الشتاء. مزبوط. المحاور هذا غلاف الكتاب عم تشوفه هلأ. مزبوط. لابد ينصرم الشتاء يلي هي ايد طالعه من حاجز عم تكسر هيدا الحاجز. الشتاء هو الحب الفاشل اللي بيعيشه الواحد او بيقدم قد ما فيه وما بيقدر يكمل فيه للاخر. عم بدعي العاشق انه اكسر هيدا الحاجز وخلص عيش حياه جديده. الكتاب كيف يعني الحب الفاشل؟ محاولات يعني حالة يعني الحب المزيفة يعني اللي هي منا حب حقيقي او لا هي حب محاولة حقيقي فشلت. بس مرات ما بيكون يعني ما بيمشي الحال خاصة من مجتمعاتنا يعني مثلا الأوضاع المالية مثلا الوقت في كثير اشياء يعني ممكن ظروف الحياة والمجتمع اللي ممكن تأثر سلبا على اي علاقة. مزبوط مزبوط. فالواحد لازم ينسى ويكمل حياة جديدة. الكتاب مقسم الى عدة ينسى هالضغوطات والظروف او ينسى حالة الحب ويجرب بمكان اخر مع لما شخص يوصل آخر. لما يوصل لباب مسدود تماما لازم ينسى يعني بالنهايه ما بده يضل يفوت بالحياه يعني شوف الحياه يضل فايت فيه يعني هيدا اللي عم تدعي له باخر تشابتر او محور من هالكتاب. بتدعي العاشق حتى ينسى اذا بدك ويبدا حياه جديده لانه مثل ما قلت لك في اول محاور هي محاور بكائيه اذا بدك بعدين محاور غزليه بعدين محاور بكائيه باي معنى؟ بمعنى الوقوف على الاطلال يعني بمعنى الشوق والوجد وال يعني العاشق. هون بتصور عم تحكي عن لما تعرفت على حبيبتك المشاعر اللي حسيت فيها كبداية. مزبوط. والواحد انه بيكون عارف حاله انه يمكن ما يقدر يكمل يمكن ما يقدر يفوت بهذا العلاقه فبيبلش يعني هالعلق اللي بيكون القلق اللي بيكون مزبوط. عايش فيه مزبوط. العاشق بالمرحله الاولى مزبوط. مزبوط. هل الحب متبادل؟ هل هالشريكه بتعيش نفس الحاله معي نفس المشاعر؟ مزبوط. هذا هوس ممكن يعيشه حي الله عاشق بفوت بعلاقه مصيره صعب شوي يعني. هيدا اول جزء من الكتاب. مزبوط. كيف بتتطور القصه؟ بعدين بصير غزلي شوي الكتاب. اول شيء حبيت احط اول شيء المحاور البكائيه او مثل ما وصفت لك اياها. نعم. لانه للتعبير عن ليش لابد ينصرم الشتاء عم عبر انه شو هو هذا الشتاء. هذا هو الشتاء. بعدين المحاور الغزليه هي بتوصف اللحظات الجميله بهذه العلاقه اللحظات الحلوه اللي بحب الواحد يتذكرها ويضله براسه. واخر شيء لابد ينصرم الشتاء محور لابد ينصرم الشتاء اللي هو الاساسي بهذا الكتاب يلي بيدعو انه خلص جربته ومشي حال وكمل. محمد لمين موجه الكتاب؟ يعني هل هو موجه لحبيبتك؟ هل هو لإلك؟ يعني هل هو كان فشت خلق لإلك؟ هل هو موجه لكل عاشق؟ مزبوط. هلا بالاهداء موجود الى كل عاشق ضل طريق الهوى وللي عم بيعيشوا هذه الحاله اللي عم عيشها. صراحه ما كنت انا حابب الكتاب بس امي بوجه لها تحيه هي اللي شجعتني وكانت حابه. انت ما كنت حابب تكتب؟ لا انا بحب اكتب بس ما كنت حابب انشر. نعم. كنت حابب احتفظ فيهم لبعدين لإلك كمذكرات خاصه لإلك. ولكن شجعوك اهلك؟ مزبوط. الوالده يعني بالاخص؟ بالوالده بالاخص هي اللي كانت كثير متحمسه اني اصدر انشر هذا الكتاب. هذا الشيء. فاذا كل المحاور بهالكتاب هو تعبير عن مشاعر وحاله حب انت عشتها يعني حاله ممكن يعيشها حي الله انسان مراحلها. مزبوط مزبوط. ممكن يعيشها حي الله انسان يعني اللحظات الجميله اللحظات الصعبه واللحظات يعني مشاعر مختلفه ومتناقضه. منا كلها مشاعر حلوه عم أكيد. نحكي عن أكيد. أكيد. الشوق وعم نحكي عن بعض عم نحكي عن العاشق اللي حظه سيء عم مزبوط. نحكي عن مزبوط. القلق والعذاب اللي كمان بيعيشوا كل عاشق. هول كلهم عشتهم بهالمرحله اكيد يعني
ما ضروري يكون انا عشتهم، يعني ما في شيء بيجي من فراغ، يعني ممكن تشوفي صديقك عم بعيشها، ممكن تشوفي نعم. حدا بتعرفيه عم بعيشها، فيك تيجي تعملي لهم اسقاط انت، يعني لما تحسي معهم للانسان فيك تقدري تعملي اسقاط لهذه المشاعر بالشيء اللي انت شايفتيه بحياتك وتنتجي قصيده مليئه بالمشاعر اللي هي محمد. خلينا نتوقف للحظة عند آخر تشابتر لما بتدعي فيها العاشق حتى ينسى الماضي أو يترك الماضي ويبدأ حياة جديدة. هون إذا بدي فكر أو حلل القصة، قصة الغرام اللي أنت عشتها، بفهم منك أنه بهالمرحلة انتهى الغرام؟ هلا ما في شيء اسمه انتهى الغرام، يمكن تفترق الأجساد بس القلوب بتضلها معلقة، يعني ما ولا مرة في غرام بينتهي، يعني بعده موجود هالغرام بس ما الأجساد تفترق، ظروف ممكن تفرقكم. مزبوط. فينا نسمع شيء من الكتاب؟ بدي أقول القصيدة التفعيلية. طبعا بتعرفي الشعر في عدة أنواع، القصيدة العمودية وقصيدة التفعيلية اللي بتمسكي تفعيلي وبتمشي فيها كلها. هيدي من أي قسم من الكتاب؟ هيدي بالقسم الجميل. هي الغزل؟ ايه مزبوط، عذرا أغار. شباب بدي إياكم تسمعوا معي. تكفيني ابتسامة ثغرك المياس يا عشق المحاسن والمواسم والسهر، ولكم أتيه بنظرة من هدب عينك يا زغاريد الطيور بروضتي ورنيم أجزاء القمر، بل يا جنون قصائدي في وحشة الأسرار تلثم حبها وتتيه في ساح الغرام بلهفة وتقول من نفس القدر. هون بينزل مطر، هو عم يتغزل فيها لحبيبته بتشتت الدنيا. بلا أحبيبتي جل الغرام عجائب وغرائب، ولعل أكثر ما أنوء بحمله أني أغار من المطر. مطر يداعب ثغرها، مطر يناغي صدرها، مطر يلاصق ثوبها الفضي فوق مواجعي، فأتيه في درء الحنين وأبتغي قبلا على ألق الزهر وتقول في عجب غريب حبكم. عم تقولي ليش بتغار أنت؟ أتغار من مطر حقير داعب الغنج المدلى في شفاه حبيبة قد ود لو قد الشفاه لبرهة ثم استجار بدفئها قبل السفر. إيه السفر فغدا يجف بسرعة ويجاور الديم العلية سكنها ويتيه لو آن الظفر. أحبيبتي إني أغار من النسيم إذا استحق الشهد من عينيك ترة، أو تهادى في حلاوة شعرك المغزول من عبق الزهور تألقا مثل الدرر. قالت كفاك اليوم زهدا أن تغار من النسيم المستبى. بتقول أنه أنك تغار من النسيم هذا زهد في الغير. هي من النوع بتحرنك أو ما بعرف كيف بيقولوها. قالت كفاك اليوم زهدا أن تغار من النسيم المستبى واربأ وناجي عتمة الأمواج حين أخوضها. شوف البحر شو بيعمل. إن كنت نمت على الرمال رأيتني فيسيل من شهدي على عبق المياه ظرافة تحت القمر. قلت اصمتي إني أغار من القمر وأود لو أنأى بقلب حبيبتي في المشتري وأغيب عن كل البشر. حلو كتير. شو هالغزل؟ في غزل وفي غيرة وفي بعد ومشاعر مختلفة. في حوار هون بين مزبوط. العاشق والعاشقة. مزبوط. يعني مثل ما قلت لك، هو عاشق عم يتغزل بحبيبته عم بيقول لها اني بغار، وهيدي الحبيبه ما اكتفت بالغيره، حاولت انها تعمل على اذكاء هيدي الغيره وتشعلها اكثر وتقول له انه شوف هون شو بيعمل. محمد سريعا بس بدي اذكر انه مقدمه الكتاب كتبها الشاعر أكيد. يوسف الديك أكيد. اللي ما كان في معرفه سابقه بينك وبينه، ولكن اعجب باسلوبك بالشعر مزبوط. وهو عرض عليك انه يكتب المقدمه مزبوط. هالشي شو بقول عن اسلوبك بالشعر؟ صراحة يعني كانت من أجمل الأشياء اللي شفتها اللي مرق علي بحياتي هي الشهادة اللي قدم لي إياها الشاعر يوسف الديك، اللي هي وسام على صدري. هلا الشهادة مكتوبة على على الكتاب على الكفر من برا. صراحة هو طلبت برأيه، وأنا بعثت له رسالة إنه رسلته عبر الفيسبوك. فيسبوك مزبوط. هو كان مرة كان عندي إياه صديق، ومرة أعجب بقصيدي، هذا الشيء شجعني إني أطلب رأيه بالديوان إذا أقدم على هذا الديوان أو لا. أكيد شجعك، مش بس شجعك، عرض عليك إنه يكتب مقدمة الكتاب. يعني توقيع الكتاب راح يكون بأربعة ديسمبر، أربعة الشهر الجاي. مزبوط. وين راح يكون؟ وراح يكون ضمن احتفال ضخم حسب ما عرفت. مزبوط. الاحتفال عم حضر له صرنا شهرين، يعني بحب أوجه تحية لكل الناس اللي عم يشتغلوا معنا. حيكون هي مشاهد من التحضيرات، محمد العزير عازف العود وجورج الشيخ
جاد عم يعطينا إيقاع. صراحة نحن لحنا قصيدتين من من شعرك. من شعري بطريقة غنائية شرقية، حتى أديهن صديقتين الله يعطيهم العافية، مريان علوان وفرح جابر، أصوات رائعة. حيكون في الإيفنت إلقاء قصائد مع متابعة من العود والناي. بدي بس وجه تحية كبيرة للملحن، يعني هذا شاب السنكيام هون، بدي أعطي إشارة أنه كل الشباب اللي عم يشتغلوا معنا هني معنا بالكلية الطبية، مجمع الكلية الطبية. فينا نسمع مقطع من الأغنية؟ طيب نحن وعم نكمل حديثنا يريد نسمع شيء. محمد بيعود ريع هالحفل لجمعيات خيرية؟ مزبوط. بالحقيقة الطلاب بكلية بالمدسين عنا كل سنة بيعملوا بنوال، بيحاولوا يعملوا مثل عمل خيري كمناسبة لنوال. السنة حيكون في شيء جديد، السنة بالاتفاق مع كلية الصحة كمان طلاب كلية الصحة حيكونوا معنا، والشيء اللي عم نعمله نحن اللي هي الأمسية الشعرية ريع الكتاب. هول ثلاث جروبات حنشتغل، بدنا نتواصل مع جمعيات بتهتم بالأطفال المشردين. نعم. فبدنا نأمن لهم تياب، أغراض بيعزوها، فاكسان، أدوية بهذا الحفل إطار. وكمان ريع الكتاب أو بس ريع الحفل؟ رأي الكتاب كمان مزبوط، رأي الكتاب ومثل ما قلت لك الكلية الصحة. نعم. والطلاب المدسين اللي نعم. محمد أنت اليوم موجود أمام مفترق طريق بيوصلك على إلى مهنة الطب وقضية شفاء الناس، وطريق أخرى بتاخدك لمكان كتير بعيد لعالم الخيال، عالم الكلام والشعر والجمال. أي طريق بتختار؟ هلا أكيد بالموضوع أن الشعر مستحيل حدا مستحيل تتخلي عنه، يعني الشعر مرات بتكوني نايمة الساعة واحدة بالليل وبتطلع فيك قصيدة بدك تطلعي تكتبيها، لأنه ما بيتركك ملكة الشعر. الطب مهنة ورسالة إنسانية، ففينا نمشي معهم اثنيناتهم بنفس الوقت. مزبوط. نحن بنتمنى لك التوفيق بالمجالين، ناطرين قصايدك الجديدة وإن شاء الله بكون توقيع كتاب موفق. وأهلا وسهلا فيك محمد. مرسي. بريك مشاهدينا ومنكمل في مسير.